إننا في كتائب الشهيد عز الدين القسام، وبعد 42 يوما من المعركة، نؤكد على ما يلي: أولا، إن إنجازات مجاهدين في الميدان هي قتل ضباط وجنود العدو وتدمير آلياته ومدرعاته، فمجاهدون يلاحقون قوات العدو وآلياته من شارع لشارع، ويلتفون خلف قواته ويسددون ضربات قاتلة ضدها، فيجبرونها على التراجع في بعض المحاور وتغيير مسارات تحركها باستمرار. وإننا أعددنا أنفسنا لدفاع طويل ومستمر ومرن ومن كافة الاتجاهات.